درس اليوم يا أحبة اسمه التمدد، هو درس 3-6. هنشوف القانون اللي بقى يحدد لنا التمدد وناخد مثال على هذا القانون. طبعا نشوف الأول مثال على التمدد. طبعا لإيجاد ده قانون إحداثيات الصورة الناتجة عن تمدد الجزء المثلث، اضرب الإحداثيين x و y في معامل التمدد. يعني ايه؟ يعني احنا معانا الاصل مثلا x و y، التمدد بمقدار k، هنقول k في x و y. طيب تعالوا نشوف مثال يوضح الكلام ده. الk بنضربها في ال x ونضربها في ال y. مثال سهل خالص هنتعامل معاه، معنا 4 نقاط الان بس نشوف المثال اللي موجود امامنا. احداثيات رؤوس الشكل الرباعي J K L M، معامل التمدد 2.5. هنبدا الراس، راس طبعا احنا اتفقنا نكتب الراس ونجيب صورتها ايه بالتمدد. فاول راس معانا اللي هي J، احداثياتها كامل J، اليسار 2 و4. طيب معامل التمدد عباره عن كام؟ عن 2.5. يبقى هنضرب هذه 2.5 وهذه 2.5، سالب 2 في 2.5، سالب 2 في 2.5 ب 5. طيب و 4 في 2.5 ب 10. يبقى ايه؟ النقطة اللي أمامك الصورة سالب 5 و 10. طيب نفس الكلام، الكي سالب 2 و 2، كي احداثيات سالب 2 فاصلة و 2. معامل التمدد اضرب هذه في 2.5 وهذه في 2.5. طيب السالب 2 هذه لما تضرب في 2.5 هتصبحهم كام؟ 5. والسالب 2 هذه لما تضرب في 2.5 هتصير سالب 5. نيجي للصوره، يبقى اذا صوره الثانيه دي هتكون سالب 5 فاصله سالب 5. نروح للصوره الثالثه اللي هي ال، عباره عن سالب 4 فاصله سالب 2. هذا هو الاصل. الصوره هتصير ال شطر، بنضرب في 2.5، سالب 4 في 2.5 هيبقى سالب 10. سالب 2 في 2.5 هيبقى سالب 5، فهتصير النقطة سالب 10 فاصلة سالب 5، سالب 10 فاصلة سالب 5. آخر نقطة اللي هي سالب 4 هو 2، نقطة M، سالب 4 فاصلة 2، لما هنضرب في 2.5 هنضرب 4 في 2.5 هتصير سالب 10، هنضرب 2 في 2.5 هتصير 5، وهيصير الناتج سالب 10 فاصلة 5. هذه هي الطريقة التي تستخدم في إيجاد التمدد. نسأل الله لنا ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.